الكابتن فالح موسى، إدارة الشرطة قدمت لي اعتذارا شخصيا بسبب التصريحات الأخيرة. تبي تتكلم على نادي معرف أو شخص معرف، بالتأكيد يعني يجب أنه تدرس شخصيته وكيانه وتشوف سلوكه بالفترة اللي قبل ما تتكلم الكلام، أنه هل هذول الناس أو هذا النادي عنده هيش حالة، مارين فيش تجربة سبق أنه مطين مباراة أو أنه مشتري مباراة. أنا أعتقد هذا الكلام يعني مردود على صاحبه، وأنا يعني رديت بوقتها، وإدارة نادي الشرطة يعني اتصلوا بي بالليل قالوا أنه هذا الشخص ما يمثلنا، وبالتالي يعني إحنا نعتذر عن هذا الموضوع. بالتأكيد يعني بالسيد تحسين ياسر اتصل بي وقال هذا الكلام يعني عار عن الصحة، وهذا الشخص ما يمثل النادي، وأنتم نادي عريق وأكبر من هذا الشيء. هذا الموضوع. الموضوع الثاني، من أريد أني فريق تقريبا يعني الهبوط تقريبا أكثر من جانب البقاء بالدوري، من أريد أثبت للآخرين بأنه أني ما أستحق الهبوط. أكو أحسن مباراة قوة جوية تلعبها بملعبك، فأنت يجب إذا تريد تبين اعتبارك للآخرين وأنت ما تستحق الهبوط، حتى ممكن الناس يقول لي كلمة طيبة، تقدم أمام القوة الجوية.